كيما لا مازالها تتلاقى كيما قلت لك، وبقاو في داك المكان اكثر من ساعة. اكثر من ساعة؟ والسي بابا هاي يقول لي عسي وليدك ضبح 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 عليه حتى جابوا في الفراش مريض، ولالا بنتو في الطرق مع هذاك ما عليه. ابراهيم ما نحبش ناصر يسمع مهني يا لالا، وهذه كان نعرف شغلي معها. في عوض راهي واقفة مع أخوها تشوفه مريض وش يستحق. لا ولا ما تسحقينيش نروح. بصح تعزها من الصباح لليل، وهذيك الطفلة اللي دار تاكسيدو مع وليدي نحب نعرف عليها كلش. بنت من؟ واش تدير؟ وين تسكن؟ كلش كلش كلش. ما يكون غير خاطرك. تخلصيها تخلصيها تخلصيها. هاي بشويه هنايا، هاي بشويه مالك مالك. مالك عمي ميلود كاين درجه واحده اخرى تانيت بغيت شويه هكذا هاي. لا بس كيفاش هذا يا مدام؟ اسمحي لي على كل حال، هذه المره الثانيه وحنا نلغي في الموعد. على جالو باش يمضي، ربما يكون لتحت في الحومه. ما عنده وين يروح وراه مريض، راك تعرفه وما يعرفش البلاد، وكي يخرج غير كي يقول لي. راني خايفه كاش ما يصير له. او نو يا مدام، لا ما شكيتش، يحوسوا عليه ثم برك. ما تقلقيش ما تقلقيش. يا سي ناصر ما تعرف، راح حكمهم الهبال على الدار، بالك يخطفوه ولا كاش ما يديروا له. اذا كان وصلوا لهذا المواصل عارفي باللي رايحين يخلصوها غاليه، رايحين يندموا عليها طول حياتهم. ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير الخير. نعم نعم نروح للشرطه. نعم ايه نروح. صحت؟ لا كتر خيرك. ايه الحصن بقى على خير. واسمح لنا سي ناصر وما تتقلقش على الدار، ان شاء الله برك برك يجي الميلود بخير. صحت سلامة. لا سكينة جيت باش نقول لك باللي عمي الميلود راه. وشنو انت دوك راكي تسمعي فينا واش نقولو؟ هيا روحي لشغلك. شفتي يا سكينة حذرتك منها قداش من مرة. خلينا منها. قولي لي واش بيه الميلود؟ عمي الميلود شافوه اليوم خاوتي خارج مع هذاك خالد ولد المختار، نعرفو نداه. شوفي يا سكينة، ما شفتيني ما شفتك ما قلتلك والو، بيني بينك ما جيتش نعزك ونعز عمي الميلود ما نقولكش. ايه عرفتها باللي جايه منهم. هي واشنو دوك حبوا يدخلوا في رزقي؟ ايه يا سكينه، هذاك سي المختار من نهار وصاته المرحومه قبل ما تموت على الدار، ولا شوفي روحو هو مول هذا الدار. ايه باش تشوفي. بصح يا سكينه ردي بالك، انا ما نوصيكش خاصه هذيك الخدامه، كش ما تهدر انا ما نقدرش على هاد الناس شرانيين. هذيك يجي نهارها. بصح يا ظريفه يعطيك الصحه، لو كان جاو كامل الجيران بحالك والله ما نبيعش هذا الدار، يا لو كان يعطوني الكنوز. ان شاء الله ان شاء الله يجي برك الميلود بخير. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي ما يصرى له والو، يرجع من الميلود بخير ان شاء الله. لا سكينه ما نوصيكش، ردي بالك من الخدامه، وخاصه هذيك ناجيه راهي وقابه كبيره. بقاي على خير لا سكينه، ما تقلقيش. سلامه. ان شاء الله ان شاء الله. اسمعوا، انا ما بقى لكم هضره معايا، الا كاش ما تحب تهضر روح اهضر عند لابوليس. يا مراه عيب عليك واش راكي تقولي، خالد عمرو يدير الشيء اللي راكي تقولي عليه. وزيد يا اخي الميلود راهو معاه، راهم في الامان والضمان. ان شاء الله ان شاء الله، على خاطر ما داش الدواء ديالو معاه. وزيد
لو كان كاش ما يصير في راجلي هذاك وليدكم غير ما تزيدوش تحوسوا عليه. بايت الشر على راجلك وبعيت الشر على وليدنا، ما يكون غير الخير ان شاء الله. وزيد علاش تروحي للشرطه يا لالا؟ طرق ما يبداوش يرجعوا. الشرطه فيها فيها، ولو كان كاش ما يصير راجلي ها حبيتوها ها باش ما نبيعش الدار هذاك الشيء وانا حره فيه، اللي حب حب واللي ما حبش هاو باب الدار محلول اللي يروح. واش جاب بيع الدار مع المروح تاع الميلود وخالد وزيد؟ شكون دخل روحه في ملكك؟ اسمع اسمع هذا الكلام روح قولوا لا بوليس، خاطش انا معايا خلاص الكلام. نو 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 تنكيت با نو تنكيت با. ايه شوف نستنى حتى الغدوة، إلا ما ظهرش أجي. وي داكور داكور علي أنفوا نو تنكيت با تو فا بيان أنفوا مون فيس. ألو الشرطة وشنو كش ما بان على رجلي؟ الميلود الميلود جيت. كيفاش راك راك بخير؟ قل كاش ما دارولك ها؟ ما تحشمش هيا انطق. وين ديتو؟ وين بحرتو؟ وين كنت؟ جاوبني وين رحت من الصباح؟ على واش كاين والصلاه؟ جاوبني وين كنت؟ والتليفون تاعك علاش مغلق؟ التليفون ديشارجا واش ندير له؟ هيا تكلم اسمع قول وين ديته ولا ما كاش دوك نعيط للشرطه يجوا يدوك. الشرطه؟ علاش الشرطه؟ حب يخرج خرجتو. ايه ايه الشرطه وراح فيهم انت كيفاش خرجت السيد بلا ما تشاور مواليه؟ تسال على بالهم شتو جاب الدوانه قلت على بالهم وديتو غير الجبانه. الجبانه والجبانه من الصباح لليل يا بابا علاش كاش دخلت لك مشاكل؟ مي مولود حبي يروح يشوف الخبر تاع يماه ديتو وما تهبطنا لتزاير شفنا مضارب يعرفهم هو كان صغير راح يتفكى هذا ما كان هضر معهم عمي مولود. اسمع اسمع الا تحب تكذب كذب على واحد اخرين. كيفاش يا عجبه الراجل عنده 10 سنين ما تكلم ما شفا واليوم معاك تفكر يماه وتفكر شبابه. هيا 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 ميلود تمشى تمشى هادو حبوا يقتلوك. عمي ميلود هضر مع يا بابا والله ما راني نكذب عليك غير هو واش صرا هذا هو الشيء اللي صرا. هيا قدامي الشرطه. الشرطه ثانيت؟ ايه ايه الشرطه وتاخذ رايي راح لهم برجليك خير من اللي يجوا هما يرفدوك وتولي في حال وربط. هيا هيا قدامي امشي امشي. تي دوك فاهمين يرحم والديك انتي واش من جهه راكي؟ من جهه موالين الدار والله من جهتنا احنا جهتكم علاش كنت توما لي انا من جهتكم ها؟ احنا احنا يعني احنا يعني يعني انا انتي الجيران. انا وانت ولا انا وانت والجيران وراه الفرق؟ والله لا لك ساكنه نهار تبيع الدار تخلي الوصايا عليك نبقى غير انا وزوجتي نتكسلوا هنا. يا الجايح افهم الدار تتباع تتباع وحنا خارجين خارجين والجيران هادو تاني خارجين خارجين وانا ما نجيش من جهه الراشي الاخرى نعرف واش ندير باش نربح حاجه. صح الدار تتباع تتباع وين رايحين نروحوا كي نوقفوا حنا من جهه مولات الدار؟ هذاك ماشي شغلي هذاك شغلك انت الراجل آه. اه شغلي انا نتي التخلاط ديريه وروحي للهادي صفيه. واش واش صافي واش دير؟ يا اخي كي رحت للطبيب وقال لي بلي راكي بالجوف
سنيت سنيت باش تجيب لي زوج حبيبات تفاح ما جبتهم ليش؟ ها نهز صحتي للاخره تبع انايا الغشي الراشي والميزيريه والهم والبكا والنواح نهار طول وانت تشكي تشكي تشكي. ربي يهديك برك. يهدينا ويهديكم اجمعين ان شاء الله. سكينه مدت لي زوج صابونات تاع فرنسا هي، وكي سمعت بيا بالجوف زادت لي محرمه وبونطوفة. فهمت؟ ماشي كيما نتا والجيران تاعك. خلاص الجيران يسمو ما مدولك والو ثاني. واش واش مدولي؟ ناجيه هذيك جابت لي شويه هندي. لا انا وجهي وجه الهندي، شكون قالها انا سخفنا على الهندي؟ ها سي ناصر تفضل من هنا. ايوا شكرا. لا تفضل. شكرا سي ميلود، ممكن تمضي معنا؟ الصراحة سيدي الميلود ايه ايه مضي العقد امضي هنايا. ها والله ما على بالي واش نقول. ان شاء الله الدار ما تتبعش، خاطر على بالي لو كان يشريها بابا يريبها وتلقاو رواحكم في الزنقة. ومانيش راح نلومكم ولا تكرهونا ولا حتى انت تكرهني. نحشمانا والله ما على بالي واش نقول. من اليوم ما يهمنيش فيك، يا تحل المشكل نتاع هاد الدويرة يا تروح تشوف مكان واحد اخر تروح تخدم فيه. في الحق يا سي ناصر انا هي اللي غلطتني، ما كنتش ظن بلي راجلها مريض لهذ الدرجه. مديني عند موثق مهبول باش نمضي مع واحد مهبول، واش حبيتوا تهبلوني؟ من اليوم انا اللي راح نستكلف بالقضيه، كون مني. دبر راسك، لازم تحل المشكل نتاع هاد الدويره، فهمت؟ ما يكون غير خاطرك. فضحتني، بهدرتني قدام الناس. وشنو حبيتنا نقعد هنا؟ ارجع لك عقلك. هادو عوام عوام وانت مريض، وذكي وصرت باش تبيع الدار وليت ما تاخدش الراي. اسمع هادي نقولها لك، غير هاد الدار اللي راني بيعتها، فهمت ولا ما فهمت؟ راني عارفة، راني عارفة شكون اللي راه يدورك في عقلك. بصح معليش معليش تبعو ومن بعد تعرف شكون اللي يقعد معاك. شح تسهلي حبش مدل على عقد. شح فيك واحد السدودة حبا ترمينا في الطريق، ان شاء الله يرميك ربي انتي للطريق. تقول عليه مهبول، انتي لي مهبولة ويعرف صلاحه مليح مليح. عيطي لامك. خير يا اختي سكينة؟ ما كان حتى خير. خسارة عليكم ها، عند بالكم باللي الناس راهم راقدين على ودنيهم؟ قلت لك خير يا سكينة وسرى. ما كان حتى خير، ونعاودها ونعاودها. كيفاش القافز يدي راجلي نهار كامل هو يدور به ويعمر له في راسه؟ وعلاه ما عندوش مواليه؟ علاش اش قال؟ واش قالو؟ روحي سقسي وليدك واش قالو، من بعد روحي قولي لي. يا سكينه يا اختي فهميني وغير بالعقل. سمعي سمعي انا مانيش اختك وما عنديش العقل، العقل اللي كان اديتوه. اسمعي انا يدي طوال وهما اللي يجيبوا لكم الخبر. ماني فاهمه والو، واش واساتني خوك؟ هو راح نهبل. يا ربي وقتاش نشوفو شويه هنا في هاد الدار؟ ادخل. واش حبيتيني ندير له؟ ما حبش يمضي، مهبول عقله ماشي ليه. ايوا هو مهبول وعقله ماشي ليه، وحنا الحاله راهي طولت علينا ودخلنا في الخساره. المشاريع كلها فيها الربح والخساره يا لالا. نو مشاريعي انا بالذات ما فيهاش الخساره. ياه
إهملا تبداي تتعلمي وتذوقي واش معناتها الخسارة. ماشي لو كان شفنا قطعة أرض بعيدة على هذا النوع من العباد انتي لا قلت لك أنا ما هم سهلين. شفت هاك نسيتني يا سي ناصر واش كنت حابة نقول لك. واش حابة تقولي لي يا لالا؟ جابوا لي خبر يزعف. واش من خبر هذا اللي يزعف من خلاف الموثق والمهبول؟ هيا هضري. شفت هاك بديت تتقلق. يا باريزة مانيش متقلق. هيا هضري. راهم يقولوا باللي واش راهم يقولوا؟ هاك بديت تزعف. يا باريزة واش راح لك فيا نزعف ولا ما نزعفش؟ راني مالف معاك. تكلمي قولي برك. بنتك. واش بيها بنتي؟ هيا تكلمي. شافوها الدور والدور. وين شافوها الدور؟ تكلمي راكي. تكلمي من فضلك. تكلمي الدور والدور. يا باريزة تكلمي. هضري مع من؟ خالد. شكون هذا خالد؟ خالد وليد المختار. هذاك الكراي مسمار جحا اللي ما حبش يخرج من الدار. بنت ياسمين الدور مع خالد ولد المختار هذاك اللي ما يسواش. هذاك اللي ما يسواش. ظهرنا في عمي ميلود. انا بالي صح بصح على بالك دوك خاص الشيء. سمح لي تزعف عليا من بعد تولي تكرهني وتقول البروبليم اللي صرا لي على جالي هذاك دوك بابا ما يشيش الدار يولي زعفان. حكايه هيا خلينا على بالي. اسمعي اه حتى انا هذاك الزهر اللي عندي ما صرتش ننسى كاع في الدنيا خيرتك غير انت. حي يا ربي ترضى عليا يما ونفرحها ونرد لها الايام الضايعه اللي خسرتهم في حياتها على جالي وعلى جال خويا. يا ربي قدرني باش ننجح ماشي ليا ليها باش تفرح. قدرني يا ربي قدرني. واش نقول لك يا سكينه؟ هذا هو الطبيب المخير فيهم كامل هو المعروف. على بالك الطلبه ما ياكلوش معاه واللي يدخل عنده هنايا حتى ويكون مهبول يقطع في حوايجه يداويه الله يبارك. اه وتعرفيه مليح؟ بعيد الشر انا وين نعرفه؟ حكوا لي ليه الناس. انا كنت مهوله نجيب له راجل يشوفوا واش بيه هاد الايامات راهو. شوفي انا في الصح ماذا بيا والو ما يقلبوش يدير له ليه كاغط برك. والله واش نقول لك لا سكينه كل شيء بالدراهم عليك وانا سوار دوك دركا. يقدر يرجعوا لك دافعك واخته حتى لو يكون عاقل ويقدر يرجعوا عاقل حتى ويكون مهبول يقطع في حوايجه. شوفي هولي الله يرضيك. تهنا يا سكينه انا ندير اللي عليا وشي هو قوم يهدرش هو برك ما كاش مشكل من هاد الجهه غير تهني. هذا شحال من السنه راهو بكوش كي خرج كلمة بسيدي وسيدي. أما هذاك اللي قاعد منا هو السيخ بدت وصفت. هذاك اللي معاه شكون؟ هذاك واحد من صحابه. نو ما نحبش هاد لي غيبونس. نحب تقول لي فلان وليد فلان علبو والجد كما يقولوا. سقسي لي عليه. ما يكون غير خاطرك يا لالا رايح نسقسي عليه. وعلاش كاش نهار طلبتي مني سقسي على واحد وما جبتلكش عليه كل المعلومات؟ كلش عليه والباقي عليا انا. كما قالت لك هادو كواغطو دارينهم في فرنسا. شوفهم تفهم.
هي صح تقدر تنقل عليهم الشيء اللي فيهم هذاك هو بلا ما تكسر راسك يعني وزيد تشوفوا وتقلبوا. معناتها انتم تحبوا ورقه برك. اي صح ورقه ونخلصوا كما حبيت. الكواغط كامل صح دايرينهم في فرنسا. وهو عايش لهيه؟ هذا راجلي انا وهو عايشين لهيه. وك تعرف الطب تاع لهيه كيقولوا حاجه دائما صحيحه. معليش تخليوني وحدي معاه؟ وعلاش؟ لا الطب تاع لهيه يخليكم تريحوا معاه. كيما حبيت كيما حبيت. ملا سمحوا لي نشوفوا ومن بعد نهضروا. اسمع انت واش داك تهضري على الطب تاع لهيه؟ ها هو ده النيف. ناس عندك الحق ماشي مع ويدها بالك شما رامي خدمه بالك ما تقولوا ليش ما عمرتوش من قبل علاش كش ما سمحتي انتيا مولات الدار قطعت العين مولات الدار واجهتك مغربة ايه مولات الدار لا ساكينة قطعت علينا الماء على بيها انتيا سمحتي وعمرتي يا للا هيا درك دير الخير يسمى كي قلت لكم مولات الدار قطعت العين وليت هنايا عمرت الماء هذاك الشيء اللي فهمناه افهمي واش حبيتي انا المهم قلت لكم وانا زهر البارح عمرت الماء وكما تعرفوني انا مرا كريمه ومولات خير كش ما يخصكم راني هنا نعاونكم كي العاده يكثر خيرك يا بنتي دوك يجوا الاولاد ويعمروا لك ليك انت وليا ولجارتي وحتى المولات الدار لا لا صح انا ما نسحقش مولات الدار عندها حتى حق الدوش ساقي ربي يا بنت الناس سبحانه اسمعوا راني زدت في الكرة اللي يحب يخلص يخلص اللي ما يحبش ربي سهل عليه اما الضو غدوة نزيد فيه وراكم كامل سامعين في النشراب اللي زادوا في الضو واللي ما حبش يشري الشمع انا ما رانيش الحجة ميمونة ما نزيدش السابق